شهادة أمرية بالإنجازات الطبية المميزة التي تسجل باسم أبناء وبنات الكويت وما تشكله من إضافة مميزة في عالم الطب. جاء ذلك خلال استقبال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، والذي قدم لسموه عددا من الأطباء المتميزين في مجالات تخصصهم بمناسبة حصولهم على براءات اختراع طبية وتميزهم ببعض الأعمال التدريبية والإنجازات العملية ونيلهم شهادات متميزة. انت قدوة لنا طال عمرك، الله يسلمك ونفتخر فيكم. احنا الحمد لله حصلنا البيت، ربنا ان شاء الله يساعدكم في عملكم. الله يطول عمرك، يعني طال عمرك تأسسنا عدل. دكتور مع الوزير جمال ان شاء الله سيجعل الاشياء يبسطها لكم ان شاء الله. ان شاء الله نكون عند حسن ظنك. مشكور طال عمرك. نتمنى لك كل التوفيق، نحن فخورين فيكم. مشكور في الجميع، يعني فأنت في أبي الحسن أو في البقية الباقية.